بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده بقى ايس كريم. ايس كريم عادي خاص في الخلاط، بالفواكه، بالشوكولاته، بكريم، اي حاجه بقى عايزه نكهات، اي حاجه يعني، مانجا، فراوله، موز، الفاكهة التلجة في التلاجة وتضربها في الخلاط وهي متلجة من غير ما تحط عليها إضافات لا مية ولا حاجة. دي فراولة ضربتها في الخلاط، اهي حطيتها في التلاجة. مكسرات بقى للتزويد، عندي كوباية لبن، عندي كريمة، كريمة اهي، بودرة كريمة، كريم شانتيه، كريم، وعندي نشا، معلقة ونص نشا ومعلقة ونص لبن بودر. ده هاخدهم احطهم على النار بكوباية اللبن اللي اعمل منها الايس كريم. كوبايه اللبن، بسم الله الرحمن الرحيم، معلقه النشا، معلقه ونص نشا اهي، لبن بودر، واضربهم على يا دوبك يغلوا بس. لما تغلي هتلاقيها تقلت معاك. ندوبهم كويس، بص بقى تتقل بسرعة، 5 دقايق اهي، ما تغلي بس يا دوبك تخنت معانا، يعني حطها بقى في التلاجة تجمع. جمدناها في التلاجة اهي، حطها بقى في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم، حطها في الخلاط. لما غلت معاكي تغلي معلقه ونص نشا ومعلقه ونص لبن بودر وكوبايه لبن، وتغلي على النار، تقلبيها كويس وتحطها في الثلاجه تسقع. اضربها بقى بالخلاط، هنضيف لها بقى الكريمه، كريم شانتيه، اهو كريم، بودره الكريم شانتيه، بودره الكريمه اللي بنعمل منها كريم شانتيه بودر. ايس كريم خلاط، عرفت؟ هنحط بقى معلقتين سكر بودر، سكر مطحون او عسل انت بتفضليه يعني حسب الرغبه، التحليه دي عشان الفاكهه اصلا متبقاش مسكره قوي. ايس كريم بقى ده بقى اللي هتحطي عليه، ده بقى اللي تحطي له بقى النكهات اللي انت عايزاها بقى، من الفاكهه تحطي شوكولاته، بودره كاكاو تضربيها، تحطي فاكهه، دي فراوله اهي انا فرمتها من غير ميه ولا اي حاجه، ايس كريم فراوله فرمتها في الخلاط اهي وحطيتها جمدت في التلاجه، لازم يبقى كل حاجه مثلجه. لو عايزه تعمليه بميه عادي اعمليه بميه، ميه متلجه بس كده، بالفراوله احسن، بالفاكهه بيبقى فيه فوايد كويس، غني بالفوايد. الاولاد كمان بيحبوا المناطق الحمراء. نضرب بقى في الخلاط، في الكرة على الخلاط عادي. خدش وقت معايا ولا حاجة خالص، ثواني ان شاء الله. ايس كريم فراولة،
بص بقى معايا بايس كريم. الله جميل شكله، عامل ازاي؟ هتحطيه بقى 3 4 ساعات في التلاجة يجمد يتجمد، عشان تعرفي تفضيه في الكاسات. انا عملت اللي هي بالشوكولاتة بودرة الكاكاو اهيت، عملت بودرة الكاكاو، حطيت 2 معلقة بودرة كاكاو على زي ما عملت دي بالظبط، بدل الفاكهة حطيت بودرة كاكاو، وحطيت مانجا مثلجة برضه كانت عندي في الفريزر، ده بقى نحطه في التلاجة ونصب بقى المكنة علينا. شايفين بقى الايس كريم؟ جميل. شايفين القوام بقى بتاعه؟ بعدين انا مكتسح كمان. نحط بقى شوية شوكولاتة. بسم الله الرحمن الرحيم. مكسرات بقى اللي بيحب المكسرات. سوداني مفروش اهو. نضربه بقى بالهنا والشفا، ايس كريم فريش كده من بيت بالفاكهه. عملنا ايس كريم اهو بالمانجا، وعملنا بالفراوله اهي، بس هنكملها بقى في التلاجه، وعملنا بودره الكاكاو. نضربه بقى بالهنا والشفا احلى ايس كريم.